السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني الكرام. النهاردة إن شاء الله بعد ما عملية التفقيس نجحت في الفقاسة اللي هي الميكروويف بنسبة 100% والحمد لله، ودول 20 كتكوت اللي طلعوا من الفقاسة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي عملت عملية التقليب اليدوي بطريقة ذكية بأدوات بسيطة جدا. إن شاء الله هنشرح مع بعض إزاي قمت بعملية التقليب اليدوي. في طريقتين اتنين لتقليب البيض. الطريقة الاولى التقليب بالدحرجة، ودي سبق وعملتها في الفقاسة اللي فاتت. في موتور جاهز بيتباع بيقلب البيض 180 درجة كل ساعتين، ده التقليب بالدحرجة. في تقليب تاني انا ما كلمتش عنه ولا عملته قبل كده عندي في القناة، اللي هو تقليب بزاوية 45 وبتكون البيضة في وضع رأسي. بالنسبة لأهمية عملية التقليب، اول حاجة ان الجنين بيكون في وضع صحيح داخل البيضة. تاني حاجة ان هو بيمنع الأغشية الجنينية انها تلتصق ببعضها البعض. ثالث حاجة بيمنع التصاق الجنين بقشرة البيضة. رابع حاجة بيوزع الغذاء والهواء والأكسجين والحرارة داخل البيضة بشكل متجانس، فبالتالي الجنين بيكون بصحة جيدة ونسبة التفقيس بتكون عالية. تعالوا نشوف مع بعض ازاي قمت بعملية التقليب البيض بدون فتح الفقاسة يدويا بطريقة سهلة وبأدوات بسيطة. بسم الله. عصان المشاوي دي ممكن نستفيد بيها ونعمل بيها فكرة كده جاية في دماغي، ان انا اسحب البيض واحركه من بره. وهنثبت دي هنا.
ازاي يا جماعة بقى هنحرك دي كده وكده؟ هنجيب خشبة بالشكل ده، وهنجيب مسمار في صامولة، هندخل المسمار هنا وهنثبته بالأبوكسي، تمام كده، هنثبته بالأبوكسي وهنثبت الصامولة هنا في المكان ده، هنثبت الصامولة هنا في المكان ده بالأبوكسي برضه، بحيث ان انا هدخل الدراع ده من جسم الفقاسة وهربط المسمار ده، وكل ساعتين ثلاثة هحرك البيض رايح راجع رايح راجع، بس بكل بساطة وبكل سهولة. تعالوا يلا نثبت المسمار ده والصامولة دي بالإيبوكسي ونرجع لكم تاني. عملت فتحة بالدريل في الجسم الخارجي والداخلي كمان في نفس المكان اللي هيبقى فيه تدوير البيض يدويا. ده المسمار اللي انا ثبته بالايبوكسي، تمام. اما الصامولة بتاعته فهنا ثبتها برضو بالايبوكسي، بحيث اربط كده من بره، بس ادخل ده من هنا كده ودي هتبقى جوه، واربطها بالمسمار بتاعها من بره. هنربط المسامير بتاعت البودي ونرص البيض على الرف وندخله جوه الفقاسة. يلا بينا. في ختام الحلقة، شكرا لكم على المتابعة، لا تنسى الاشتراك والإعجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.